مش لاقية مبرر يخلي أي علاقة بين أي اتنين، سواء حب أو صداقة، تنتهي فجأة وبدون أي مقدمات غير حاجة واحدة بس، وهي التراكمات. لما التراكمات بتزيد بيكون الطرف اللي بيتهاون هو الطرف الوحيد المتضرر. مفيش حد هيختار يبعد عن شخص بيحبه ببساطة غير لما يكون متأكد انه حاول مرة واتنين وتلاتة ومليون وما بقاش في اي فرصة تانية لاي محاولة حتى لو كانت بسيطة. مفيش حد بيحب بجد هيختار قرار البعد من فراغ، هو بياخد القرار ده بعد محاولات كتير وتعب وصبر ومعافرة، وبيفضل متبت لآخر نفس عشان وقت ما يقرر انه يبعد يكون متأكد انه عمل كل اللي يقدر عليه وما ضيعش اي فرصة في انه يحافظ على الشخص اللي بيحبه. بس قدر الشد من طرف واحد بيقطع الخيط. الوقت اللي هتقرر فيه انك تبعد، ابعد. ابعد وانت مطمن ومتأكد انك عملت كل حاجة وقدمت كل التنازلات وما بقاش فيه اي محاولات او فرص تانية للرجوع، لان وقتها هيكون البعد هو اسلم حاجة.